السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافيه ويجزيكم الخير. تحياتي لكم متابعي قناه سوق المواشي في سوريا على اليوتيوب اينما كنتم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اليوم يا شباب السبت، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. 11/3/23 احنا الان بسوق الحلال في بشمارون غرب ادلب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الشباب طبعا لسه على رمضان 11 يوم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم بلغنا رمضان واكتب لنا اجره وارزقنا صومه. لا اله الا الله محمد رسول الله. السوق مبين عليه كويس، امبارح سوق امبارح اكيد احسن قطعا. سوق الجمعه دائما يكون احسن من السبت من النظره الاولى. شباب اللي ينزل على السوق كثير من النظره الاولى يعرف السوق مبين ذا كويس ولا مو كويس. السوق ان شاء الله كويس لكن اكيد امبارح احسن. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. لا تنسوا الاشتراك بقناتنا، حطوا لنا لايك اذا عجبكم الفيديو، وصلنا 2000 لايك. تابعونا على حسابنا على التيك توك. حبيبي ابو عمر، حبيبي ابو عمر، حبيبي هلا بيك. الله يحفظك، شلونك شو اخبارك؟ والله بخير، الله يسعدك. اللهم صل وسلم. هاي شو هاي؟ هاي الكيلو ب 40. انا عندي هاي 40، انا عندي ب 40. ايش قد تطلع وزن ابو عمر؟ وزن هاو ثلاث بدك تباعد شوي. 40 هاو. اي نعم. اللهم صل وسلم. نزل؟ اي 54. اللهم صل على محمد. هذا الخروف الوردي. شباب طبعا ما صورنا لكم كل سوق اللحم، يعني اصوركم يا اول باول، فتابعونا يعني استنونا للاخير. اللهم صل على عندنا خرفان وراد يا شباب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ايش قد قام تطلب بهن؟ والله نفصلهم 2300 فصل، ما صار لك بيد دفع اليوم؟ ما اعرف، نزلت انا رحت السياره. ايوه اللهم صل. نزلت قبل هالمره على السوق؟ لا. أوه. كويسات والله ما شاء الله تبارك الله. عم فصل 23. لا في مراعاه يعني. كويسات ما شاء الله. حواليك ابو رحيل، حواليك. اللهم صل على النبي. حواليك ابو رحيل. فصل 23 يعني في مراعاه، ممكن يعني كنت اتوقع 22 بان ابو مريم. كويسات. وهذا السرح يا شباب، هذا خروف السرح. ما خرج والله. اللهم صل على النبي. ثلاثة ان شاء الله يقول لك الله يبارك لك. روح الحج خايف لا احد يشوفه. لك الله راتب 3000 يا رجل. يقول لك ما خرج والله، ما خرج. اشتريت 8 ونص، خايف لا احد يشوفه يتجوزه. 9 خيوط اشتريت 3000. 9 خروف سهل يا شباب. الدلال عم يقول 3000 ليره تركي يا شباب. اشتريت ب 30، خروف سهل. اشترينا ب 3، والله اشترينا ب 3. مبين يعني اجل شباب، ده حق اجل. تعرف السن وتعرف الوزن، اجل ده حق. 9 كورونا اشتريت 9 يا حجي. 9 9 كيلو وهم بترجع 9. خربان الدنيا. روح اشترينا ابو حسن. ها وين رحت وراك اليوم؟ والله على راسي. اشترينا ب 9 بس، اشترينا ب 3. لك بس 9 حق 9 يا شباب. لك الحمل ب 9. لا تقول 9 والله ما خلق طمع. هيا والله دعا يقول 35. هذا يشبه ابو رحيل. انت اخو ابو رحيل؟ والله تشبه عيني يا زلمه. صوت وصوره. الله يعطيك. طيب التسعة اشتريناها بتسعة يا حبيبي. بس الحق لي اياها. لك بس اشتريناها بتسعة. اشتريت لك لا تخاف. 2900 شو جبت انا خير من جريده. اشتريت اشتريت يلا عليهم. اشترينا ابو الله، اشترينا ابو الله. روح لك، روح لك. اشترينا لك الهيدا بيزار الهيدا. يا خلص اشترينا. الله بارك له يا ابو حمزين. الله ربحوا. الله يبارك له يا ابو حمزه. الله يبارك له. 2900 ليره تركي ما يفصل. اذا انا ورادي اصغر شوي يا شباب من اللي تو صورناه، اصغر شوي من اللي تو صورناه. ورادي ورادي ورادي. ايش قد قامت سمنة ابو رحيل؟ ايوه سهيان ابو رحيل. انت انت شربت شاي؟ شربت شاي الصبح؟ لسه والله. من انت مركز؟ 22 طلب؟ ما من انت مركز؟ دايخ عم تلف يمين ويسار. الله يعينك. ايش قد ما صار لك من دفع؟ لسه والله. اي نعم. يعني ايش قد التامل يعني؟ فصل 20. فصل 20. كويس خرافي زين. اللهم صل على محمد، ما شاء الله بضاعة نظيفة. حبيبي ابو رحيل الله يجزاك الخير. هاي بالنسبة لأسعار التيس يا شباب، ايش قد سنه ابو رحيل؟ فتي مو؟ جديا ثني 35 فصل. ايوه اي نعم. وصل 3000 على راسي ابو رحيل. شكرا لك. الله يجزاك. بدك مساعدين بالربج ما تلحق. هذا عمنا الدلال ابو ماهر. شو كان ماهر؟ هلا ابو حمزه. شو اخبارك؟ صحتك. الله يسعدك. شلون السوق عندك؟ اللهم صل على محمد. ان شاء الله لسه السوق يعني بدايته زين الحمد لله، وجهه زين ان شاء
الله. الله يبعث الخير. والله داعي لك بالخير. هذا الخروف عندك الخرفان هاي؟ هاي اخشن شوي هاي. شقد اسعار هاي؟ 23. عم يندفع بيها 23. 23. شقد فاصلة هاي عمي ابو؟ ما اعرف انا يعني ماني غالي. الناس اللي عندي. والله هاي كويسة هاي لا 23. يا 24. يا شباب 23 ميدي فيها. هاي فطيمة. هذا الخروف 23 مو دفيعة. لازم ابو ماهر قال ما اندفع بيش. 66 عم يعطينا هذا 366. مع هذا ايوه مع هذا. يعني اذا مع هذا ممكن. عم نطير 63. اما ذاك هذا الحال. هاي دفيعة زينة. هاي دفيعة زينة. عم ندفع بها جبارة 24 2400 ليرة تركي جبارة شباب وبين كم خروف صغار. اما بشكل عام كويسة. شقد فاصل ما بعت ال 24؟ قلت لهم 26. فاصل 26. قلت لهم 26 يعني بال 25 محتمل ابيع. ايه 25 من بعد. يعني محتمل ابيع. اللهم صل على النبي. بس الحال عم يعطوني. نعم. 24. جبارة 100 هذول. 2400 يندفع. خرفان زين مو مخيس. صار عليهم بازار الشباب. ما اخذت والله. اشتريت شيل الاسود واشتريت علي الورص. لا مستنيين يا ماي. والله ما اخذت. هذا اللي اذا بدي ماشي لك ولا واحد. هذا اللي وصلني 25 واشتريت هذا اللي ب 25. لا مفصول 2500 شيل الفصل. دحق على قرنه دحق على قرنه دحق على قرنه وانت تعرف ايش قد وزن وايش قد عمر وايش قد دحق على قرونه قرونه اللي بين ايش قد وزن هنا وعمر 25 فصل 25 هاي خراب حجي هاي ما عم ينزل تحت ال 25 دلال هاي ب 25 ما عنده غير هذا واحد بس ولا واحد انه شو بدك على ذي عشار فاضيات لحام حانيات عشر ها كويس هذا خشان نقف عند العجاج هاي صار الغنم الجنيه يا شباب غنم عشر خشان الجنيه المقبوله حي الله الشباب هلا بيكم الله يحفظكم شقد قام تسومون هن؟ شقد طالبين بين يعني؟ ما انتم عارفين شقد طالبين بين وين دلالكم؟ 5000 يعني بالراس عشر كل مو؟ قربات على اولاد مطولات؟ لا 10 اسبوع قربات معناته فتايه مو فتايه؟ بس كويسات بس احسن من الوسطانيه احسن من النص كويسات ما كويسات اللهم صل على محمد يعني هاي يعني الاسعار يا شباب اللهم صل الله يجزاكم الخير يا شباب خوش جدي والله حلو يا ابو عوض مرتب 625 625 ليره تركي هذا مال السنين اي نعم سنه جديده ان شاء الله كويس والله بضاعه نظيفه ما شاء الله 6 كيلو لحمي ما شاء الله شيء مرتب والله كويس جدي حلو اللي بده جدايه حلوات نظافه على ابو عوض يا شباب عندنا قرقورات لحم يا شباب اللهم صل وسلم على النبي ايش قد قام تسوم يا ابو عادل ايش قد قام تسوم والله يمكن عشر هذا الاربعه ايوه بين عشر بين عشر قرقورات مو اي اللهم صل ما قام تطلب بين شيء ما قام تسوم 3000 ثاني نهار الاربعاء يا 20 يا 22 ها اي نعم هذا اللي الاربعه اللهم صل اللهم صل وما بعد فصلت من 3000 يعني؟ لا في مو؟ 25 2500 فصل فصل ايه اللهم صل عليه وسلم اذن الخروفين يا شباب اللهم صل وسلم على نبينا محمد عند اخونا ابو عادل ندفع بهن اشتران صاحب 46 4600 جوز الجوز 4600 ليره تركي الخروفين طبعا في واحد اكبر من الثاني بس كويسات اثنين زينات الرباط يلحقن ان شاء الله ورديات فطايم عند الدلال حج خالد الزور ابو محمد وابو زهير ماله شغل الله يرزقك يا رب ايش قد قام تسوم والله عم نسومها ب 18 1800 1800 ودفع بهن دم ورفع ما صارك بهن دفع؟ 14 وربع 1425 ايوه اللهم صل على محمد والله كويسات الشباب كويسات كويسات بين عليكم حج اللهم صل على الصلاة على النبي أبو زهير وين أبو زهير؟ أبو زهير هو اللي معانا مساعدك مساعدك أبو زهير وين؟ هيانا والله خايتك تصورني أنت تصورني هذا معلم الدلال الدلال أيوه. نعم مين الدلال؟ ناديتك بالله ناديته ولا لا؟ والله هو بدي يعترف بي أنه أنا معلمه خيو سؤال 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 كم مرة ناديته أبو محمد بالله عليك؟ ناديته يا عم بس ما رح سمعك تجيل أنت؟ لا سمعك ثقيل؟ لا كويس؟ ها؟ ناديتك؟ ما سمعتك طيب هذا لنا 20 وحده ايه ايش قد قام تطلب بهم؟
انباعاً بعتها ب14 ونص خالصات وما تم البيع. لا بعتها معاً بعتها اي نعم اللهم صل على النبي. مش الحق معناته لا معناته المعلم خلص هذا ابو حجي بعتها اي نعم 1450 خالصات دلالة على البيع. ابو زهير بناس تفكر لما نقول خالصات معناته ما بدلالة. لا ادلالة على البيع لما نقول خالصات. خالصات ادلالة على ادلالة ناخذ من المشتري خالصات تاخذ من تاخذ من البايع ادلالتك بايع اخذ منه من البايع مو من المشتري. لك اي خالصات اي خالصات تاخذ من البايع. اشتريت من ابو زهير والله ما له علاقه والله من تشرب خالص والله من تشربان شاي. لك هذا اشترى خالص اخذ منه كويس اي ب 14 ونص خالصه خالص اخذ منه اخذت منه تمام هذا هو. تمام اقول لك انت ما تقول من البايع شلون البايع 1425 و25 هو ايه هو قال 1450 خالصات يا ابن اختي يا ابن اختي نعم. اشترى ب 14 ونص خالصه كويس اخذ منه من المشتري مو من البايع. يعني هو بايع 1000 دلالتك منين تاخذها؟ من المشتري. صارت ب 14 ربع وربعها وربعها طيب لو بنقول 14 ونص خالصات شنو معناها؟ 14 ونص خالصات. يا ابو محمد 14 ونص خالصات يعني شنو؟ الله بس واحد الله انا لا اله الا الله. اشترى هالعينتين ب 14 ونص خالصات يعني ماله هذاك نعم لو ادفع 14 ونص وشيل ها ادفع 14 وشيل وربع لهذاك ولينا ربع ولينا ربع خالصات. شلشتنا يا ابو زهير شلشنا اني الدلاله يا ابو شوشت يا محمد ركز معي شوي. دي ناس ما التعليقات لما تقول مثلا 14 ونص خالصات او 15 او 2000 خالصات لما تقول اخذنا بس سعر الفلاني خالصات يفكرون خالصات انه ما بدلاله. نعم نعم بواحد كاتب لي التعليقات انه ما بدلاله قلت له لا خالصات يصير الدفع على البايع. دلال فاشل هذا يا حجي يا خالد هنا 14 ونص صاحب هالرزق كويس معناها كلمه خالصات يعني 14 وربع اللي يدهز لمه وخمس وربع ينطينا علينا 14 ونص هيك خالص دلالتنا من ضمن المصاري. هاي هي هاي هي ها هذه اللي عند الدلاله الفاشلين لا انا ما اجي غير لعند علي والله اللي عند الفاشلين وصورهم والله العظيم حلف يمين قول له مين معلمك يقول لك هذا زهير ابو زهير معدل يقول لك مين قول له مين معلمك يقول لك هذا زهير ايوه يا علي يا علي يضيق خلقه يقول التقارير ومدري ايش. السلام عليكم يلا ابو محمد ابو زهير يضيق خلقه على السريع. اي والله كانك اليوم يا ابو زهير نايم بالبيت مسترسان اي نعم اي نعم. هاي الفطايمه الورديه صورنا لكم خرفان ورديه بما فيها الكفايه. شوف الفطايمه الورديه يا شباب اللهم صل على محمد ما شاء الله. اذا عند اخونا الدلال ابو حسين الدلال ابو حسين الهوش. شو رايك ابو حسين ايش اخبارك الله يحفظك. ايش قد قام تطلب الفطايم والله يوم 5 غنى كل الافطار. ايه نعم صغار ادون منهن ايه الف جباره ايه وس الحال من بعد ما نفيت اذن؟ ما لسه ما صار بيه شيء بس انا الثمانية عملت ايش قد فاصل هنا اذن طلب ايش قد طالب بهن يعني؟ والله جبارة فصل الان ب 12 1200 وهذول ب 14 اللهم صل ترى زينات كويسات ما شاء الله 23 24 كيلو اللهم صل على ظهر سابق مضبوط اي نعم اللهم صل الله يجزاك خير ابو حسين الله يبارك فيك كويس السوق كويس ماشي الحال يعني زين اليوم ما عملنا فتله بسوق اللحم منيحه ما شفت سوق اللحم ما رحت الله يجزاك خير ثلاث خروف في السنه 34 كيلو و80 ليره اي نعم الله يسعدك يا ابو حسين اللهم صل وسلم على نبينا يا رب تشكل يا مؤيد ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله هذا من حرب خالد والله سويت 22 العنز والله سويت 3000 ما صارك بيدفع؟ ما طنش بالطول ما حد جلبها ما حد جلبها ليش؟ والله ضرتها كويسة وراس خلا والده جديد كانوا ما؟ ايه صار لي 6 ايام 4 ايام شلون هالسوق مؤياد؟ والله كويسين عاجبك ولا مو عاجبك؟ لا والله اهم شيء غالي بيع ما ابو اهم شيء يعجبك السوق اذا ما عجبك ما يمشي والله ما عجبني جاب الله كانك مطرف شواربة؟ والله شوي مرشدين كويسات بس ضعاف يعني بس الله لا نظيفه حتى كل ما بيك يعني. الناس ترقب للوردي اكثر الوردي مرغوب اكثر من السرحي مرغوب بس الله يحمل ثلاثه اي نعم هذا خالص عدى مرحله الخطر هذا اي نعم ايش قد قامت سوم الوراد اللي عندك عمي ابو محمد؟ 2500 والله يجر له
زين والله اللهم صل على محمد. ما صار لك بدفع ابو وسطي؟ هاي 2000 وصلنا 2000 ما انباع بهالحكي يعني. اي نعم. حيا الله عمي حاج حمود حياك الله. ها؟ مبينه ما شاء الله حلوه والله الصلاه والسلام على رسول الله. اي والله حلوه شيء مرتب والله. ضاعه كويسه والله يا شباب اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هيا عندك. فاجأت عمي ابو اللهم صل على محمد. ضاعه حلوه والله عمي ابو عبدو. اللهم صل على محمد ما شاء الله فريز ها؟ ما شاء الله تبارك الله. شقد قام تسومها عمي ابو عبدو؟ والله سومها 700. شقد؟ 700؟ الطلب 700. اللهم صل على محمد. ما صار لك 100 دفع اليوم؟ والله صار 6 دولار. وصلت ل 600 دولار. كويسه والله ما شاء الله. شقد بدا تصير تحت الفحل عمي ابو عبدو؟ شقد بدا تصير تحت الفحل؟ شهر اي نعم. حياك الله اللهم صل على محمد ما شاء الله. بضاعه كويسه والله عمي. شلون هالسوق عمي ابو عبدو؟ والله كويس في بيع ومشترى الحمد لله. كانك منت شربان الصبح قهوه منت شربان شاي شربان الحمد لله قهوه. شلونك ابو محمد شخبارك؟ علي ابو علام. علي ابو علام انتم جايبين علام يشرب شاي ويتمشى بالسوق ما حد مستفيد منه شيء. هذانا بكيرات يعني؟ والله بكيرات ايه. شقد قام تطلبين ابو محمد؟ والله يا عم تصير الجوز اظن ب 800 800 دولار الجوز؟ ايه عم ينطونا فاي 350 دولار. ليش الرخص هذا ليش ذا؟ بكيرات رميع حلوان كم بدنا نبيع كذا سعر؟ مو رخيصات ذا؟ والله رخيصات يا شيخ خلاص اللهم صل على النبي. السوق حق الفوق 500 اي والله اي والله عم ينطونا 350 بوحدة 425 ثاني اللهم صل على النبي. شلون وجهت السوق ابو محمد؟ ان شاء الله منيحه بس بدنا نضارب. ايش قام تشرب؟ قبل رمضان بدنا نتودع. ايوه نودع عم نودع رمضان وكابتشينو ها؟ شلون رمضان؟ السنه رمضان يجي اخر رمضان يبلش موسم البطيخ ولا بعد العيد؟ لا انا ياك نحب البطيخ والله. بعد العيد. ايوه بعد العيد. انا بس يطلع موسم البطيخ ما شربت شاي. ما قصرت. اقضيها اشي البطيخ. عليه بازار شوي هاي باربعة ونص وهو الجوز ب 800 دولار مين اشترى الله يرحمه. خلصين كابتشينو خلصت ها؟ اشتغل عاد روح اشتغل روح يا شباب. بالنسبة لبضاعة الربيع عليها بيع ومشترى وشغالة تمام 100% كويسة ما هي سيئة. عرفت شلون يعني في بيع وفي مشترى. بالنسبة لبضاعة الربيع يعني العجلة شغالة 100% يعني السوق دارج عليها 100%. أما بقر حليب وغير حليب ما في يعني بقر حليب ما شفناه يعني. إيه نعم. لكن بشكل عام السوق على البضاعة الخفيفة العجولة صغار العجلات صغار الاستطلاع ممتاز السوق عليها. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يمكن الفرق بين سوق الخميس وسوق اليوم بس انه سوق الخميس كانت البضاعة اكثر بس. والسعر اللحم 3 دولارات و10 سعر اللحم البكيرة دولارين و60 دولارين و70 عرفت شلون. بضاعة الربيع دارجة اموره زينة السوق اموره زينة يعني. والبضاعة كأنه قليلة شوي بالسوق يعني. سوق الخميس كان البضاعة اكثر واليوم البضاعة اقل شوي. لكن الحركة ممتازة بشكل عام سوق البقر زين. هذانا دغالي مقاصيص يا شباب والصلاة والسلام على رسول الله. خروف مقصوص ما شاء الله تبارك الله كويس بضاعة زينة بضاعة زينة اللهم صل على محمد. الموجودات عند اخونا الدلال ثابت اللهم صل وسلم على نبينا محمد كويسات. ابو محمد شلونك؟ على راسي اخوي ثابت والله على راسي. الله يسلمك. قد قام تطلب في البضاعة ما شاء الله؟ والله مسومة 35 و 131 3100 وصلت اللهم صل على محمد. شقد تعطي وزن ابو محمد؟ والله كويسه مو كويسه كويسات البركات. ايه الله معنا هذا مسافه ايه 10 مو كويسات ما شاء الله اللهم صل على خلاص صاحبي خلاص صاحبي وصل انت 3000 ليره يا سكور صار لي صاحبي صار لي صاحبي حياك الله عمي ابو نعيم. ندفع بين 30 و31 32 عمي اليوم ايه اي نعم اللهم صل على محمد. الله يجزاك الخير. يعني 25 راس ب 25 عندك الزياده 25 ب 25 25 راس ب 25 هي جبرنا
25 خروف الشباب 2500 ليره. جبار 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 هدي ما لك ما بتنفع واحد جيب سلبه تعال جيب انا مساله هاي جينا نفطر عند عمي ابو مالك ما شاء الله الله يرزقك عمي ابو مالك ويحفظك ابو مريم خلص سندويشتك على السريع قبل ما يجي ابو قيس يعني الشباب حدا يتصور انه هاي فطيمه ما شاء الله تبارك الله على خشانته وكبرها انا ظنيتها ثنيه او رباعيه وهاي اختها ما شاء الله تبارك الله الصلاه والسلام على رسول الله يعني هاي فطيمه ابو اصلان ما شاء الله وذن الورادي عند ابو اصلان كذلك اللهم صل على محمد شقد قام بتسوم الورادي اذن ابو اصلان الخروف اي هذا الخروف كمان عندك الورادي مو لك يعني اي نعم شقد قام تطلب الخروف هذا والله 200 درهم ما صار لك بشيء 150 نعم والورادي الورادي عم تشوفه مشاور والله هاي صحيح صفرة بس والله ما شاء الله رجليها عاليات ورجليها طوال وعالية ما شاء الله اللهم صل المفروضة وهذا الكويسات هذا والله هذول عم تشوفين 450 دولار ما شاء الله تبارك الله هاي ولا بشهرين تبدلين اي والله هاي عمر 6 شهور اللهم صل وهاي اللهم صل ما شاء الله تبارك الله والله خشنا هنا دحق يقول نعجب ما شاء الله من كبرها داق الشباب جنبها جنبها الجدي تيس داق على ارتفاع يعني بين عليك اللهم صل على محمد